القطاع المالي على موعد مع إطلاق ورشات إصلاحية كبرى لتصحيح الاختلالات وتحسين المسار والبداية بفرض رقابة ومتابعة دقيقة على إنفاق المال العام في البنوك والمؤسسات الكبرى كديوان الحبوب. بالنسبة للديوان الوطني للحبوب فطبعا هناك فرقة تفتيش موجودة على مستوى هذا الديوان، ليس فقط جراء ما حدث في الأيام السابقة ولكن من أجل إجراء عملية تدقيق ومراقبة. هناك طبعا عملية تقييم شاملة سوف تنطلق ابتداء من يوم غد إن شاء الله على مستوى كل البنوك العمومية، على كل مستوى كل البنوك العمومية الستة، حتى طبعا نقف على الاختلالات. القضاء على ظواهر أثقلت الخزينة العمومية وأصابت الاقتصاد الوطني بالعلة كتضخيم الفواتير والغش الجبائي وتقليص فاتورة الاستيراد ومعها دفع عجلة التصدير، من بين أهداف العملية الإصلاحية لمعالجة الخلل في ميزان المدفوعات والميزان التجاري. إجراءات آلية وميكانيكية على مستوى إدارة الجمارك من أجل الحد من تضخيم الفواتير، وحتى الانتيروبيرابيليتي دي سيستم دانفورماسيون، الحد طبعا من اختلال الميزانياتي ومن أجل عزل الميزانية. فحسب التقديرات سوف نصل في 31 ديسمبر 2020 إلى 8 مليار دولار. ولأن فيروس كورونا فرض منطقه فلا بديل أمام الحكومة إلا دعم المؤسسات الناشئة لترقية الاستثمار وإنشاء اقتصاد متنوع، ودعم المؤسسات الناجحة كقطاع الصناعات العسكرية من خلال منح تسهيلات ضريبية وبنكية وجمركية. فات يعني تبلغ 5 سنوات، وحتى بالنسبة للمواد والآلات التي تستوردها هذه الشركات فهي معفاة من كل الوحيدة التي تمس السكادي هي الإعفاءات التي الموجهة للصناعات العسكرية. الصناعات العسكرية فهذه الإعفاءات طبعا لأننا لاحظنا بأن الصناعات العسكرية قد أدت واجبها اتجاه الاقتصاد الوطني. طبعا مشاريع سوف تدر علينا خلق ثروات بصفة دائمة طبعا، وخلق مناصب شغل قدرناها ب 260 ألف منصب شغل في السنوات الأربعة بل الخمس المقبلة إن شاء الله رب العالمين. الاقتصاد الوطني اليوم يعيش ظروفا صعبة، ظروف تحتم الأخذ بزمام المبادرة والضرب بيد من حديد لمن يستنزف الخزينة العمومية، وكذا وضع استراتيجية اقتصادية لإنشاء اقتصاد نوعي بدل الريعي.